وفي إطار الجهود المصرية لدعم التسوية السياسية في ليبيا، أكدت اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الحالية. واعتبرت اللجنة في اجتماعها بالقاهرة أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لامتلاك زمام المبادرة والوصول إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد. وأكدت اللجنة تطلعها لمواصلة عملها بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل توافقي يرتضيه الشعب الليبي.